ابشر ابشر يلا يلا ابشر كذا بالسياسه. طيب يعني احنا ما بالسلاسه ما كان بامكاننا يعني نسويها؟ لا والله. نخلي الدراهم اللي دفعها ابوي في جيبه ولا بدل ما يعطيها العمال يعطينا اياها؟ الا والله بس تخيلي افرح بشوقها يوم تروح نفكها من شبوكها تروح لاماتها عشان ترضى عشان تقابلها. يعني لحظه لقاء هذا اجمل لحظات الحياه. يعني حلو يوم تشوف الصغير يقابل امه بعدين يعني حلو. وبعد شوي جاي عبد الله بالتحدي الثاني وان شاء الله هني بهزمه باذن الله. شكل ذا بيجي فيها عياط والله شكل. تعال تعال تحديك ذا ان شاء الله هني راح زي زي يكون تعرف بعد حلقه حقه المطاعم عندي تفرش السمار. ها انا ولا حبيبي شوف بس تعال يا حبيبي. ها اللعبه يا طويل العمر جد انا شوف الطحين اقول انا ايش سمعت الطحين بالبليس كنت الطحين خلص الطحين حقه تبي تشوف لا بعد الملع ما بطل تبي تشوف وجهك بس والله لا يدري بي قسم بالله اني احط عليك يوم ما عليه اهم شيء اشوف وجهك عقب 70 سنه يلا يلا تتفنن حبيبي حبيبي كابتن عبد الله ضرب النهايه وجهه هنا واحدة واحدة واحدة. Oh my god. هذا والله مش عارف وزنيات. لا كذا ما يصح كذا أنا سهامج والله العظيم كذا ودك تلمخني على وجه. السطل 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 السطل. يلا يلا. والله على خشمي أبشر أبشر وخلاص ذا الحين قاعدين نجهز لكم خدمة في آي بي خلاص خلاص والله. طعم التعيد مرة لذيذ مرة. ها؟ أكرمها أكرمها والله تستاهل. هذه عطتنا والله من لحمها، عطتنا من لبنها، وخلتنا نكرم الضيفان، وخلتنا ما قصروا والله ما قصرتوا بيض الله وجهكم. المطر جانا رسم عجال، المطر جانا رسم عجال. هلا هلا. ذبحني الحر لكن جدا انا سعيد، جدا انا مبسوط في الحجر المنزلي، والله يا جماعه الخير يا استفدنا منه فائده، اقل شيء يا جماعه الخير يعني لمه الاحبه، لمتك مع امك وابوك، اخوانك، اهلك، يعني لما تكونون يعني والله فاقدين هذا الشيء من زمان. ادور لك الزين يا اخي، وش رايك تاخذها بدالي؟ اقعد على السقله. يس والله العظيم شباب يس اكثر اجيب بعد طحين زياده حياه حلوه صح؟ جلبوا يوم